أهلا وسهلا بكم. نشرت صحيفة المناطق الإلكترونية قبل يومين تحقيقا صحفيا عن أوضاع يتيمات دار الحماية الاجتماعية بأبها، يعني يؤكد أو دار الحضانة الاجتماعية في أبها يؤكد على حقائق صادمة في المشهد الإنساني هناك. أبرز ما جاء في هذا الموضوع نشوب صدام أدى إلى ضرب ثلاثة نساء من قبل رجال الأمن، نتج عنه يعني إصابات بعد أن حاولنا المقاومة. الحقيقة الحادثة تعيد فتح ملف الدور الاجتماعية سواء حضانة ولا أيتام ولا معنفات مرة أخرى، لكن خلونا نشوف أبرز ما جاء في هذا التحقيق في هذا التقرير. القصة هكذا بدأت. سوء تفاهم نشب بين عدد من فتيات دار الحضانة الاجتماعية بأبها ومديرتهن إثر مخالفتهن للأنظمة في رحلة خارجية لمدينة جدة، لتصدر مديرة الدار قرارا بمنعهن من المصروف ولستة أشهر. في 21 من شهر شوال الماضي قصد الفتيات مكتب مديرة الدار التي كانت تتمتع بإجازتها رغبة منهن في تخفيف القرار نظرا لاحتياجهن للمصروف. إحدى الفتيات التقطت ملفا على مكتب المديرة لاعتقادها باحتوائه على تقارير كتبت ضدهن لتحريقه بالخارج. تقول الفتيات بأنهن فوجئن بتواجد ما يفوق 50 رجل أمن وفرقة من الدفاع المدني والهلال الأحمر ومكافحة الشغب، وذلك بناء على بلاغ هاتفي بمساعدة مديرة الدار مفاده بأن عددا من الفتيات قمن بأحداث شغب وأنهن سيقمن بحرق الدار. حسب إفادة عدد من الفتيات للزميلة المناطق، فإن عددا من رجال الأمن دخلوا على الفتيات في غرفهن، وأن أحد رجال الأمن اعتدى بالضرب على إحدى الفتيات وشد شعرها قبل أن يطرحها أرضا لتصاب بجروح وإصابات بالرقبة. الإسعاف تم من بعض أخواتها مع سائق الدار لإحدى المستشفيات، لكن فوجئ الفتيات بملاحقة رجال الأمن ورفض الطبيبة إعطائهم أي تقارير طبية، ليتم إخراج الفتيات من المشفى إلى مركز الشرطة غرب أبها للتحقيق قبل أن يتم إيداعهن لمؤسسة الفتيات وفي سجن انفرادي. الحادثة صورها بعض فتيات الدار قبل أن ترفع على يوتيوب في هذا الفيديو. شكرا للزملاء لمناقشة هذا الموضوع. يسر أن أكون معي في الاستوديو صاحب التحقيق الصحافي الأستاذ محمد آل دوسري، وهو مدير تحرير صحيفة المناطق الإلكترونية في عسير. أهلا وسهلا بك. وأيضا راح يكون معنا بعد قليل مديرة دار الحضانة في أبها الأستاذة مهرة القحطاني، وأيضا راح تلتحق من إحدى الشاهدات العيان على اللي صار واللي قاعد يدور داخل هذه الدار. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، شكرا لحضورك من أبها. وش اللي صاير بالضبط؟ يعني إيش الشيء اللي وراء هذه القصة؟ حياك الله أخوي علي، وأهلا بالأخوة المشاهدين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القصة بدأت يعني ليست بدايتها بهذه الحادثة بالذات، هناك تراكمات، بعض الإشكالات داخل الدار أودت إلى أن هذه القصة تبدأ. الإشكالية هناك فجوة كبيرة جدا بين الفتيات داخل الدار وبين الإدارة. بدأت المشكلة منذ فترة طويلة، تراكمت بشكل كبير جدا. كانت الشرارة أثناء رحلة خارجية للفتيات في جدة، كان هناك عدم تفاهم أو عدم وجود جدول أو تنسيق جيد لهذه الرحلة، مما جعل رحلة الفتيات كاملة تأتي حسب رغبة المشرفات الموجودات معهم. طبعا هي رحلة ترفيه، يجب أن تكون بتفاهم الجميع، تكون بجدول زمني محدد، بزيارات محددة. للأسف كان في إشكالية معينة اضطرت المشرفة أو قامت إحدى المشرفات. وش الإشكاليات؟ الإشكاليات أنه زي ما قلت لك ما في تفاهم أو في فراغ بين الإدارة وبين الفتيات اللي كانوا في الرحلة. إحدى المشرفات صارت قرار بحبسهم في الشقة لمدة 3 أيام لنقاش معين.
طبعا بعد الكلام هذا واسطات واتصالات انه يعني نهدي الموضوع وترجع الامور طبيعيه. الحبس هذا جعل بعض الفتيات يخرجون الى مطعم قريب من الدار من السكن. حبسوهم في أبها ولا في جدة؟ لا في جدة أثناء الرحلة. كانوا دفعتين، الدفعة الأولى وصلت إلى جدة، بعد وصولهم بيومين أو 3 أيام، كانت الرحلة 10 أيام، في اليوم الثالث أو الرابع حبسوا في داخل الشقة لمدة 3 أيام. قبل أن تكتمل 3 أيام أفرج عنهم للخروج إلى المنتزهات إلى المطاعم. خرجوا مجموعة من الفتيات لمطعم قريب وبلغوا المشرف أن إحنا في المطعم الفلاني ممكن جينا، فوصلت إليهم المشرفة، وبعد قليل وصل الشرطة وتفاجئوا البنات. إحدى المشرفات وثنتين من البنات طلعوا مع الشرطة إلين قسم الشرطة. كانت هذا في جدة بعد؟ هذا في جدة نعم. كانت المشكلة أنه فتيات في جدة في رحلة نزهة ويقبض عليهم من قبل الشرطة لأنهم خرجوا إلى مطعم. طبعا أنا هنا لا أدافع، قد يكون هناك أخطاء لدى الفتيات، لكن التعامل مع هذه الأخطاء يجب أن يكون بشكل جيد، يجب أن يكون بلم الموضوع قدر الإمكان. دورية الشرطة وضابط الأمن اللي جاء وباشر القضية تفهم من الأمر أنه ما في قضية نباشرها، يعني ما عندهم أي مشكلة. رجع الفتيات وقام بمناصحة المشرفة أنه حاولت تلمون الأمور، ما عندكم أي مشكلة، الموضوع طبيعي جدا، أنا ما أشوف فيه أي مشكلة، ورجع الفتيات مكانهم. بناء عليه صدر قرار بإعادة الفتيات وإنهاء الرحلة وإعادتهم إلى أبها. قرار آخر من مديرة الدار بإيقاف المكافأة عن الفتيات لمدة 6 أشهر. هنا بدأت المشكلة. بداية عام دراسي، مصاريف شخصية، ما يوجد لديهم أي دخل، لا يوجد لديهم راعي. هذه هي الشرارة الأولى لبداية المشكلة. طيب وش الفرق بين دور الحضانة والحماية؟ دار الحضانة هي ترعى الأيتام، أو هي نزول للأيتام بشكل عام. أما دار الحماية فهي للمعنفات. طيب عندهم مشاكل. معانا الأستاذة مهرة ولا لسه يا شباب؟ أستاذة مهرة مساء الخير. مساء النور يا طبعا الأستاذة مهرة القحطاني هي مديرة دار الحضانة في أبها. وش اللي صاير بالضبط؟ أبغى أسمع روايتك أنت يعني عن القصة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكركم اهتمامكم هذه الفئة الغالية على قلوبنا. اللي حدث في الدار من حالة شغف يحدث في أي أسرة طبيعية وفي منازلنا، ولكنه بشكل جماعي، هذا هو الخارق فقط. صدر شغف من أقلية من بناتنا، ما يمثل جميع بنات دار الحضانة، هذا اللي أنا حابة أوضحه. الشغف نتيجة لعدم رضا عن قرار داخلي صدر بحق مجموعة من البنات، استخدمنا أسلوب التكسير والتخريب. نعم. طيب أستاذة مهرة، أنت كنت في إجازتك وقت ما صار الشغب هذا؟ أنا مجازة. إيه، بس هو السؤال يعني السؤال هذول في النهاية بناتك وأكيد أنت مهتمة فيهم. السؤال مهما كان الخطأ، هل بصراحة بصدق هل الأمر يستدعي وجود 50 عسكري ودفاع مدني وفك شغب؟ يعني هل الموضوع كان يستدعي هذا الشيء؟ أستاذ الفاضل، أنا أوضح لك، إحنا دخلنا معانا جهات خارجية. بالله رفعوا للصوت يا شباب ما اسمع. يتفضل يا استاذ مهرة. احنا الموضوع كامل للجهات الرسميه، هي اللي تحدد العقوبات للجميع، لان اللي حصل ما هو شيء بسيط. طيب وش اللي صار بالضبط؟ تكسير الاداره، دخول لمكتب المديره، الملفات السريه اكلفت، الاختام السريه نفس الشيء، هذا ما هو شيء بسيط. وكم عددهم اللي قاموا بالشغب؟ أنا قلت لك هم أقلية. إيه يعني كم؟ 10 تقريبا، من 5 إلى 10 بنات فقط. طيب. وأنا أشوف إنه سلوك الشغب أو التمرد سلوك إنساني يحدث في أي مكان ولأي سبب من الأسباب. إيه أنا أقصد يعني أستاذة مهرة، لو أنت موجودة هل كان ممكن أنت تحتوي الموضوع وبطريقة، ولا هذا تصرف أيضا إداري يعني خطأ في غيابك؟ لأنه خلينا إحنا بنتفق أحيانا على الخطأ اللي صار على الشغب، ولكن فكرة لما بنات أيتام يكونون في دار حضانة ونجيب لهم عدد كبير من العسكر من دفاع مدني ونعاملهم كأنهم مجرمين وهيئة وكذا، يعني فيها في شيء غريب، يعني في كأنه ردة الفعل زادة على اللزوم. والله إحنا أحلنا الموضوع كامل جهات رسمية، الجهات الرسمية اللي استغرقت التصرف هذا. طيب
وش اخر جديد في القضيه الان؟ ايش راح يصير في البنات دول؟ هو في مجموعه دخلوا طبعا مجموعه كامله لمؤسسه رعايه الفتيات، كان خروجهم بشكل تدريجي. لسه الباقي الان تقريبا 3 سنوات وعلى وشك باذن الله يخرجون. طيب خليكي معنا استاذة مهرة اذا استاذ محمد بيسال شيء او اذا عندنا شاهدة العيان موجود. وفي مداخلة انه احنا لا ندعي الكمال ولا نصل الى الكمال ابدا. نعم. والنظام يمشي سواء على موظفات او على بنات في الدور الاجتماعية او خارج الدور الاجتماعية في الاسر الطبيعية. طيب خليكي معنا استاذة مهرة اذا سمحتي. معنا شاهدة عيان. طيب بس نتوقف مع فاصل ونعود بعد قليل. اهلا وسهلا بكم. احنا لازلنا نتحدث عن دار الحضانه في ابها. معنا محمد الدوسري وهو مدير تحرير صحيفه المناطق في عسير، واللي اثار موضوع طبعا فيه حكي عن شغب في تظلم من الساكنات الدار. تحدث الاستاذه مهر القحطاني هي مديره دار الحضانه هناك، وقالت يعني روت انه هذه فيها قليله عملت مشاكل كثيره. معي انا شاهده عيان، اهلا وسهلا بك. اهلا حياكم الله. سمعتي رواية الأستاذة مهرة، سمعتي كلام الأستاذ محمد، إيش الشهادة اللي عندك؟ إيش اللي شفتيه يعني وغيب عن الإعلام، أو أنه شعرت أنه في ظلم للساكنات؟ اللي في ظلم أنه ما يحتاج أنه يجي شرطة وخمسين شرطة ويجي يعتدوا علينا ويجوا يتهجموا علينا. مهما كان إحنا بنات ولنا سمعة ولنا شرف. حتى التكسير والشغب اللي صار من البنات ما يحتاج انهم يصير اللي صار. وفي سرقة ملفات ايضا. شفنا اخواتي نتيجة عدم حوار المديرة مع الفتيات الدار، قاموا بدخول المكتب ومشاهدة الملفات. ما اخذوها يعني؟ لا، لان في بعض الكلام غلط، فعشان كذا سحبوا. طيب انت وش مطالبكم؟ ايش تبغون بالضبط؟ والله مطالبنا احنا نطلب حقوقنا، نعيش كاي اسره سعيده من دون اي قوانين ومن دون اي اي. طيب قولي لي المطالب وش هي؟ مطالب ان احنا نبغى ندرس في احسن المدارس زي كل طيب تدرسون مدارس اوكي، اثنين احسن المدارس وناكل احسن اكل، لان احنا بنات دوله المفروض يكون احسن ناس. لا يعني عندكم مشكله في التغذيه، في الاكل، في لا بس الدوله توفر لنا مصاريف وتوفر لنا اشياء عشان نكون احسن ناس، مو عشان نكون اقل من اي احد. طيب بالنسبه للشغب لما جاكم في رجال امن ضربوكم فعلا؟ ايوه فعلا ضربوا البنات. طيب خليك معنا محمد، ايش سمعت تعليق الاستاذه مهره؟ ايش خليني اعقب على كلام الاستاذه مهره في البدايه، انه هي قالت انه الموضوع نقل تماما الى الجهات الرسميه. نعم صحيح، باست الجهات الرسميه. سمو امير منطقه عسير للوهله الاولى تعامل مع الموقف بشكل جيد، كان حريص سمو الامير، كان يتابع بكل دقه. حتى الان لا زالت لجنه من اماره منطقه عسير تباشر الموضوع وتتابعه بدقه متناهيه. سمو الامير حتى يوم الخميس الماضي كنت موجود في الاماره وزرت وكيل الاماره وكيل المساعد للحقوق، وكانوا حريصين جدا كل الحرص، وشكل لجنه من اماره منطقه عسير لزياره الدار. لكن للاسف زي ما قلت انه فيه فجوه كبيره جدا بين اداره الدار وبين الفتيات، لا زالت هذه الاشكاليه. دائما اداره الدار تعمد الى حل المشكله في وقتها التي تاتي وتحاول ان تتعامل معها، لكن اسباب المشاكل اللي تحدث كل مره مشكله لم تزال منذ سنوات. لا زالت المشاكل موجوده، وهي الفراغ اللي موجود بين اداره الدار وبين الفتيات الموجودات. احنا لا نقول ان الفتيات انه ما سووا غلط، قد يكون هناك اخطاء، لكن هذه الاخطاء لاسباب. اذا لماذا لم تبحث؟ طيب هذه الاسباب. استاذ مهره تسمعك، ايش تبغى تسالها وتقولها؟ انا بسال استاذ مهره عن امرين مهمين. الامر الاول
انه هل كانت بدايه مشاكل الفتيات في الدار من ليله دخولهم من مكتب المديره؟ طبعا لم تكن الاستاذ مهره موجوده، هي مساعدتها اللي كانت موجوده. هل كانت هذه بدايه المشكله؟ هنا سؤال، هذا سؤال مهم، ام انها لتراكمات اسباب سابقه هي تعلمها جيدا. الامر الاخر، هي قالت انه عدد محدود جدا من الفتيات، قالت انهم 6 7 او 10 من هذا الكلام، 13 فتاه دخلوا دار، دخلوا مؤسسه رعايه الفتيات. خرجوا مجموعه من الفتيات، بقي 3 فتيات داخل الدار. لا يوجد تهم واضحه حتى للبنات اللي هم خرجوا الى حد الان. اللي انا اعرفه بالضبط، قد يكون هناك اشياء غايبه عننا، احنا نحاول نجتهد انه نعرف معلومات، لكن في النهايه ان احنا حملنا امانه صوت هؤلاء الفتيات عشان نوصله. الفتيات كتبوا رساله الى سمو امير منطقه عسيري، الى المسؤولين، الى مسؤولي الوزاره، بانه احنا لا نطالب الا بان يتفهموا امورنا. هؤلاء ليس لهم احد يدافع عن حقوقهم نهائيا. فعندما تكون الام المسؤوله عنهم ومديره الدار والمشرفات هم من يقفن ضدها الفتيات، هذه إشكالية رهيبة جدا. يعني من يطالب لهم بحقوقهم إذا لم يسمع صوتهم؟ كل اللي جت للدار الحضانة، وأنا أسأل الأستاذ مهر هذا السؤال الثاني، اللجان اللي جاءت من الوزارة لم يأتي من الوزارة لجنة على المستوى الذي يستحق هذا الموضوع؟ مدير الدار الحضانة في الرياض جاءت للزيارة هناك، لا أعلم ماذا ستقدم. السؤال أنه هل اللجان اللي وصلت إلى دار الحضانة على إثر هذه المشكلة، هل التقوا بالفتيات وسمعوا صوتهم وشافوا عندهم بالضبط؟ طيب أستاذ مهرة تفضلي. يعطيك العافية. على العموم الحالة في الشغب وقف عليها لجان عديدة، منها أمارة منطقة عسير، وزارة الشؤون الاجتماعية، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان. وصلتنا لجنة من الوزارة، نزلوا للميدان وجلسوا مع البنات وسمعوا منهم. جميع اللجان نزلت للميدان، ما اكتفت معي أنا أو مع المشرفات أبدا، نزلوا للميدان وسمعوا للبنات. اهتمامنا في الدار هو ينتج اهتمام حكومتنا ومتمثلة في وزارتنا. بالنسبة للمشاكل أو بالنسبة للأشياء اللي حصلت، فهي تراكمات سنين، ما هو شيء جديد. وأحب أفيد الأستاذ محمد أنه البنات الكبار صار لهم سنة ونصف فقط معانا في الدار. هم كانوا في جمعيات خيرية، تم انتقالهم واستقبالهم في دار الحضانة من سنة ونصف فقط. طيب بس الشاهدات والبنات المتضررات يقولون ما حد جاهم، ما حد حقق معهم، يعني ما حد استمع. لجنة من الأمارة، في لجنة من الأمارة نزلت وجلست مع البنات، في لجنة من الشؤون الاجتماعية جلست مع البنات سواء في المؤسسة أو في الدار. لا خليك معي أستاذة مهرة إذا سمحتي. تسمعيني بالنسبة لل ألو؟ ما بعيد أنا معك. لا بعددنا، كان أبغى شاهدة العيان. تسمعيني؟ طريقي جمان. تسمعيني شاهدة العيان؟ أيوة أهلا. الآن أنت واحد حقق معكم، أحد جلس معكم من الدار من الأمارة قال إيش مشاكلكم؟ لا أبدا أبدا، ما صار أبدا أي نقاش وأي حوار بيننا. أمروا الأمر وربما لجان وصلت من دون ما أحد يجي يتكلم معنا نهائيا. أي يعني خليك أنت، كل زميلاتك ما حد حقق معهم، ما حد ناقشهم، ما حد حقق معنا، ما حد ناقش معنا، وأخذوهم على طول للمؤسسة. طيب أستاذة مهرة الحين ومن نصدق احنا؟ في مجموعة كانت في المؤسسة، وأعتقد أنه شاهدت العيان منهم. اللجنة جت أيوة. الدار والمجموعة الأولى في المؤسسة جلست مع مجموعة من البنات. طيب تبغى تقول شيء؟ خليني ابغى يعني اناقش موضوع بسيط جدا، يعني خلاف موضوع هذه القضيه بالذات. يعني هناك مشاكل دار الرعايه او عفوا دار الحضانه. الاستاذ مهرة تقول ان هذول الفتيات جايين من سنه ونص، وكانها ترمي العبء عنها. يعني هذول جايين وتحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية. اسمحي لي أختي مهرة عشان أكمل وبعدين أنت تردي. خلي بس يكمل فكرته ويعطيك الفرصة كاملة أستاذة مهرة. الفتيات هذول جو من كانوا تابعين لجمعية خيرية،
وانتهى دور الجمعيه في المنطقه، وحيلوا بامر بقرار وزاري الى وزاره الشؤون الاجتماعيه وضموا الى دار الحضانه الاجتماعيه في ابها، وبقرار وزاري ومصاريفهم كامله، والدوله تتكفل بكل صغيره وكبيره تخص هؤلاء الفتيات. لا يعني انه كبر سن هؤلاء الفتيات انه يعني احنا نتعامل معهم بشكل اخر. في قضيه مهمه جدا في دار الحضانه انه دائما العقوبه عامه على الجميع، حتى لو كانت الإشكالية من إحدى الفتيات. يعني أنا عندي معلومة قد تؤكدها شاهدة العين أنه البنت اللي هو ملف واحد اللي أحرق، البنت اللي أحرقت الملف هذا ما حد جاه ولا حد قال لها شيء، بينما 13 بنت دخلوا مؤسسة دار الفتيات. معناته أنه في إشكاليات أخرى غير أنه دخلوا، هذا شيء. الشيء الآخر، مساعد مديرة الدار لما دخلوا عندها الفتيات وتعاملوا معها لم تحاول استدراك الموقف مباشرة، اتصال ورفع قضية وتهويل الموضوع بشكل كبير جدا. طيب هي قالت الأخت مهرة وشهدت على نفسها بأنها تراكمات رهيبة جدا، أنت كمدير الدار فين أنت من التراكمات هذه على مدى سنوات؟ لماذا لم تحل؟ لجان الوزارة، أنا في يوم من الأيام، وخليني أطلع الموضوع هذا شيء بسيط عشان الموضوع برضه يتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية بشكل عام، يعني قد تكون الأخت مهرة تعاني من مشاكل أخرى متراكمة من الوزارة نفسها. في جاب وفي فراغ كبير جدا بين مديرة الدار وبين مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي في المنطقة وبين الوزارة. القضية الآن في يوم من الأيام كان في قضية في دار الحماية الاجتماعية، وتحدثت أنا شخصيا مع دكتور محمد الحربي اللي هو مدير عام للحماية الاجتماعية في الوزارة، وصلت له معلومات مهمة جدا موجودة داخل الدار، وأنه في فتاة طلعت لأسباب معينة من الدار وراحت لهيئة حقوق الإنسان. وأنه الموضوع كذا مباشرة للأسف. دكتور محمد أتمنى أن يكون يسمعني وصديق عزيز، اتصل مباشرة على الدار وأنا جايكم إن شاء الله بكرة ولا بعده، يعني جاي يفتش عليكم واستعدوا. هذا كلام مو منطق. كل زيارات مدير عام مكتب الإشراف أو مديرة مكتب الإشراف للمكاتب طبعا وإن كانت تكاد تكون يعني بالقطار إلى الدور، لا تكون إلا في فترات بعيدة جدا وفي مواعيد مسبقة وترتيب وتنظيم أمور كثيرة جدا. الدكتور عبد الله اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وصل إلى المنطقة وعلى أساس أنه يشوف إيش المشاكل الموجودة، للأسف جاء وراح مكتب التأهيل الشامل وحضر حفل اليوم الوطني في المكتب ورجع الرياض. في قضايا رهيبة جدا موجودة عندهم لحد الآن. المدير العامة تتصل اتصالات داخلية طبعا تقول تكفون عندكم أحد، عندكم مشرفات، نبغى إحنا ناس يشتغلون، ما عندنا. دكتور محمد الحربي كلمني أنا شخصيا قال لي إذا تعرف لنا أحد أخصائية نفسية واجتماعية نوظفهم. طيب يا أخي، ألا يوجد قنوات رسمية لدى الوزارة مثل ما هو موجود في كل وزارات المملكة في الخدمة المدنية، أنه إعلان عن وظائف؟ يعني بناتنا مركومين في البيوت، شهادات جامعية ودارسين بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، موجود عندهم نفس التخصصات. لماذا نعاني في عسير بالذات من مشاكل الشؤون الاجتماعية في جميع الدور؟ خليني أتكلم بصراحة، تكاد تكون مؤسسة دار الفتيات هي الأقل مشاكل. أنت قلت كثير من الملاحظات، نبغى نرد الأستاذة مهرة، تفضلي. دخلنا الأستاذ محمد في مشاكل ما لنا علاقة فيها. إحنا للأمانة موضوعنا اليتيمات ودار الحضانة. يعني لا تتوقع اللي حصل إنه من كل بنات الحضانة، لا، في الأغلبية ما هم راضين عن الشيء اللي حصل من البداية إلى لحظة الاتصال هذه. يعني حتى إنه الموضوعهم يطلع على القنوات الفضائية والله ما هم راضين، لأنه شيء يمس سمعتهم، يمس اسمهم، شيء يأثر عليهم في المدارس، شيء يأثر عليهم في الجامعات. هذا ما نرضى على بناتنا في بيوتنا إنه يصيرون يتكلمون في كل مكان عنهم. هذه مشكلة داخلية وبإذن الله تنحل والأوضاع تمام وما راح. هو لا هو بس استاذة مهرة، هو بيت لا استاذي فاضل اي صحيح اي بس استاذة مهرة بس اوضح لك نقطة، اي بوضح لك بس نقطة اذا سمحتي لي. اول شيء ترى احنا يعني لما طلعنا الموضوع في التلفزيون ما شهرنا بأحد ولا قلنا أحد. هي الفكرة انه اذا خرجت المشكله زي ما ذكرت انه بيت من البيت الداخلي وراحت للسطح، يعني هناك مشكله لابد انها تعالج. اعتقد انه هذه تراكمات كانت، وكان احنا دائما يجينا ترى شكاوى يعني، لكن هذه المره ظهرت على السطح. وانا اعتقد انه احنا شركاء احنا وياكم في ان يعني نصل الى نتيجه ايجابيه لهؤلاء الفتيات، سواء اخطا ولا ما اخطا. امر اهم انا اقول هذا الشيء يعني لكم في الدار، وايضا اذا يسمعني امير المنطقه في مسألة مهمة، أتمنى أن لا تنعكس هذه الحلقة سلبا على هذول الفتيات أبدا. أبدا ما هو أسلوبي. إيه؟ أنا أحب يوصل هذا مو أسلوبي ولا أسلوب أي موظفة أتوقع في وزارة الشؤون الاجتماعية. إحنا إذا ما احتويناهم ما راح نسوي أي شيء ثاني. نعم.
طيب تتوقعين خلال كم ينحل هذا الأمر؟ بإذن الله أنه على وشك ينحل. طيب شكرا لك أستاذة مهر القحطاني، وهي مديرة دار الحضانة في أبها. أنا أعيد وأكرر بس هذه النقطة تهمني دائم في كثير من القضايا، وأنا قلتها للأستاذة يعني مهرة وتعهد بذلك، أنا أقولها مرة ثانية إذا يسمعون أمارة المنطقة أو المسلمين هناك، أتمنى لا ينعكس سلبا على الفتيات، وإن ينعكس سلبا على الفتيات راح إحنا نكمل الموضوع ونشبعه بحثا، ليس تحديا بقدر ما هو رغبة في رفع الظلم عن أي أحد مظلوم. تفضل. ثق تماما أخي علي أنه خليني أتكلم من واقع علم بالموضوع. إمارة المنطقة شغلة بشكل جيد على الموضوع، حريصين كل الحرص حتى على التكتم على الموضوع حتى لا يسأل الفتيات. للأسف أنه بعض وسائل الإعلام أو خليني أقول الصحف تناولت الموضوع بشكل جيد، ليس فيه من المهنية أي شيء وسيء للفتيات، حتى أنه تناولت كلمات بذيئة وسيئة وأنه المشرفات يقولون كذا للبنات. البنات أنكر هذا الكلام تماما، لأنه حتى البنات عندهم مصداقية يقولون إحنا ما نرضى أصلا على مشرفات اللي يقول الكلام هذا. لكن في نقطة مهمة جدا، داخل الشؤون الاجتماعية لا تعني إمارة المنطقة ولا تعني الجهات الأمنية ولا تعني اللي هي النواحي الإدارية، تعني الوزارة بالذات وإدارة الدار نفسها. عندهم إشكالية رهيبة جدا، إنه المشرفات الموجودات عندهم، بعض المشرفات خليني أقول بعض على أساس أكون يعني واضح، إنه ليسوا متخصصات. وخليني أتكلم بوضوح أكثر، مساعدة مديرة الدار اللي كانت متواجدة في ليلة المشكلة كانت أم بديلة دورها أنها تنام مع الأطفال وترعاهم، وفجأة تثبتت على وظيفة رسمية لأن عندها خبرة كأم بديلة، وصارت مساعدة مديرة الدار، تخصصها لا يمت إلى هذا المنصب بصلة نهائيا. هذا أمر. الأمر الآخر، فيه داخل الدار وداخل دور الحماية الاجتماعية بشكل كبير، الحماية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية وحتى في القسم الرجالي، يعني إداريين على وظائف لا تخصهم، أخصائيين نفسيين واجتماعيين يمارسون أعمال إدارية، مع أن نظام الوزارة يرفض هذا الشيء بشكل قوي جدا، وفيها يعني تعليمات وفيها يعني قرارات وزارية واضحة. ولكن للأسف يعني أنا ما أدري، تراكمات هذه المشاكل لم تحل، لا يوجد يعني لدى الدور الآن يعني يمكن مركز بأكمله فيها أخصائي نفسي واحد أو أخصائي نفسي واحدة. عليهم تعليمات أو عليهم محاذير أنهم يباشرون بعض القضايا. الأعمال الإدارية اللي يفترض أن يكون إداري عنده تدريب، لا يوجد أي تطوير أو تدريب للكوادر الموجودة داخل الدور. طيب لماذا؟ إلا يعني أشياء بسيطة، دورات معهد الإدارة أو ما إلى ذلك، دورات تخصصية لا يوجد. المشاكل اللي قاعدة تحصل كلها في الدور بشكل كبير جدا، كلها من أسباب سوء التعامل بين، يعني في فراغ كبير جدا بين النزلاء في الدور. أتكلم عن دار الحضانة، دار الحماية، كثير من الدور، يعني ما في برامج تثقيفية للفتيات ولا الساكنين في الدور. التعميم العقوبات بشكل كبير جدا، لا يوجد حوافز. طيب أنت الحين خلال مصادرك إيش توقع وإيش راح تكون نتائج هذه التحقيقات؟ والله شوف، أنا خايف من نقطة مهمة جدا. في قضية في يوم من الأيام يمكن أنتم تناولتوها في برنامجكم، مع أنه الحمد لله كان سمو أمير المنطقة تلافى هذا الموضوع بشكل جيد وفي وقته، اللي هو قضية الطفل اليتيم. بعد ما انتهت قضية الطفل وصدر التقرير الطبي الشرعي بأنه تعرض للإهمال، رجع الطفل، وصل لحالة سيئة جدا، عمره 6 سنوات، طفل عمره 6 سنوات، وزنه 7 كيلو، صار يتنفس تنفس صناعي. للأسف نقل إلى دار الحضانة في الرياض. ليش؟ ما أدري. هل هذا نقل تأديبي نسميه لطفل عمره 6 سنوات؟ أنا يعني لازلت إلى حد الآن، من 8 أشهر لحد الآن أتساءل ليش نقل إلى الرياض، ليش نقل دار الحضانة؟ 6 سنوات عايش مع أخوانه في داخل الدار، إلى حد الآن بعد 8 شهور يسأل عنهم، طيب ليش؟ يعني يا ليت الأخت مورا كانت موجودة معنا. إلى حد الآن القضية اللي حصلت إنه في مجموعة من البنات وحددوا 5 إنه مهددات بالنقل إلى دار الحضانة في مكان آخر، وقد تكون دار الحضانة في الرياض. مدير دار الحضانة في الرياض جاءت إلى هناك، ليش؟ وكأنها جاية إنه تستلمهم أو تباشر القضية عن قرب. طيب هل هذه عقوبات؟ هل يرون أن هذا هو الشيء اللي بيصلح المشكلة؟ يعني القضايا لا زالت قائمة ولكن لم تحل الأسباب. يناقشون نفس القضية في يومها، وقد تنتهي وقد لا تنتهي، لكن الأسباب لا زالت موجودة، ليست من الآن ولا من قبل سنة ولا 2 ولا 4.
القضايا موجودة. لا أتحدث عن دار الحضارة فقط، خلينا يعني نكون شاملين واضحين، في فراغ كبير جدا. مديرة الإشراف في المنطقة لا تكاد تلم بكل ما حولها، في يعني إشكالية رهيبة جدا في التواصل بين الدور كلها كاملة. الموضوع الأهم من هذا كله أنه لا يوجد كوادر مؤهلة بشكل جيد للتعامل مع هؤلاء، لا يوجد، يعني لا يوجد لديهم من تستطيع احتواء الموقف أيا كان نهائيا، وهذه إشكالية. طيب احنا يعني أتمنى إن شاء الله أنه الإجراء يكون إجراء إنساني وأيضا قانوني. طبعا أكيد الناس اللي يعملون في الحضانة أكيد في مشرفات مخلصات، وأكيد في إدارة يعني إن شاء الله واعية، وأيضا أكيد في مشرفات يخطئون يعني، لكن في النهاية لازم نتذكر أن هؤلاء فئة غالية جدا، ولما الواحد يقول غالية لابد أن يكون إنساني معهم أكثر من أي وناس آخرين. أتمنى أنه ما ينقلون من نقل تأديبي إن شاء الله. والله هذا اللي إحنا راح نتابع الملف أستاذ محمد معك ومتواصلين. إحنا أشكر الحقيقة أستاذة مهرة القحطاني وهي مديرة دار الحضانة في أبها، وأيضا أشكر شاهدة العين إن شاء الله ما حد يأذيها، وإذا حد أذاها حنا معها. أشكرك أستاذ محمد الدوسري مدير تحرير صحيفة مدير المناطق، مدير تحرير جوال منطقة عسير. جوال منطقة عسير في المناطق. تبغى تقول شيء إضافي؟ أنا أشكركم هنا، وخليني أقول ملاحظة سمحت لي أستاذ علي، نقطة مهمة جدا. على صعيد آخر الآن في إشكالية تخص الوزارة، يعني يوجد مشاكل كبيرة جدا يعني يعانون منها في المنطقة. المشكلة الأولى هم أوجدوا لها أسباب قبل ما يعملونها. الآن مبنى مؤسسة دار الفتيات نقل إلى مكان في وادي بن هشبل شرق منطقة عسير، يبعد عن المدينة، عن المستشفى، عن المحكمة، عن الأماكن اللي هي مرتبطة على الإدارة، يبعد حوالي تقريبا 50 أو 60 كيلو. كل الناس اللي في مؤسسة دار الفتيات هم يعتبرون كسجينات، ارتباطهم ارتباط قوي جدا بالمحكمة، بهيئة تحقيق الإدعاء العام، بهيئة حقوق الإنسان، بالمستشفيات. المسافة الكبيرة هذه ليش؟ لأنه فقط كان في أرض في مكان الفلاني عمر عليها مبنى وقالوا يلا ودوهم. المشكلة الأكبر من كذا أنه إدارة الإعانات إدارة صغيرة جدا، مكتب واحد فيها طبيب وأخصائي اجتماعي، نقلوا هالمكتب إلى نفس المكان على بعد 60 كيلو. لما يجي يعني شخص كبير في السن يراجع يجي لحد المسافة هذه كلها، يأخذ ورقة يطلع المستشفى يعمل كشف طبي يرجع نفس المسافة. طيب. يرجع مرة ثانية، هذه إشكالية. الإشكالية الثانية أنه صدر صدر يعني قرار من الوزارة، قرار إلى حد الآن لم يفسر، غريب جدا، اللي هو إلغاء بعض الأمراض من جدول الإعاقات والإعانات الخاصة به، وحرمانهم الإعانات، اللي هو كف البصر، ضعف الإبصار، عيوب النطق، ضعف أحد الأطراف. كل هؤلاء لما يحرمون من الإعانة اللي تخصهم وعندهم إعاقات حرموا تماما. لما أي أحد منهم إعاقة، نقول إعاقة بسيطة أو جزئية، يروح أساس يدور على وظيفة، يعني مؤهل، عنده ثانوية عامة، عنده جامعة مثلا، يروح يبحث على وظيفة، التقرير الطبي يقول أنه غير صالح للعمل. يعني احنا والتقرير الطبي والإدارة العالية كلهم ضد هالشيء. طيب. لازم يكون عنده حافز. اسمح لي بنقطة أخيرة، انه الغاء مرض التوحد. هذا المرض معروف منتشر بشكل كبير. كيف الغاء مرض التوحد؟ الغاء مرض التوحد من الإعانة ومن جدول أمراض الإعاقة. الغاء تماما. القضية انه حرموا من الإعانة. للأسف أمين عام ترى دفترك ذا أقشر مليان بلا خلاص خلى بعد أمين عام جمعيات التوحد خلينا لأنه في مواضيع ما تنفع نشبكها مع بعض. نعم. يعني في مواضيع تستحق أن نفرد لها يعني حلقة، وإحنا مع بعض في الأيام المقبلة وفي الأسابيع المقبلة ممكن نعمل كل شيء على حدة، بس عشان ما يصير في لبس عند المشاهد. فضل. شكرا لك أستاذ محمد الدوسري، وأيضا أشكر مرة ثانية أستاذ مهر القحطاني، وأشكر شاهدة العيان. راح نروح إلى فاصل يا شباب عندنا، ولا نروح للرصد؟ فاصل ونعود لكم بعد قليل.